هاي مشاهدينا اوتو فوكس دائما عودكم مش بس يعرفكم على اخر طرازات السيارات لا بل على اخر طرازات الدراجات الناريه ايضا. اليوم معنا مره جديده شركه ان بخاطر واكيد طرازاتها الرائعه بعالم الدراجات الناريه والشركات اللي هي وكيلتها بلبنان ابرزهم الابريليا رح نتعرف عليها اليوم مع مسيو جو سالوتي اللي هو شوروم مانجر لابريليا وبياجو جروب. هاي جو. هاي جورج. دائما بنشوفك معنا بتكون حاضر بس اول مره عم تكون معنا على ستيج على اوتو فوكس. اهلا وسهلا فيك معنا. خبرتك كبيره بالدراجات الناريه وخاصه بقياده الدراجات. بنستفيد منها اليوم باوتو فوكس لنتعرف على طرازات الابريليا الحديثه، لكن قبل جو حابين نعرف منك اذا عن جد مهمه الدراجه اللبنانيه الدراجه الناريه بلبنان وكيف فينا نستخدمها بدلا من السياره. اكيد. الدراجة النارية هي الحل للبنان، هي الحل لمشكلة السير، هي الحل لغلا البنزين، هي الحل لمواقف الباركينج والصفات، خصوصاً إنه النقل المشترك عندنا بلبنان بعده غير منظم، بما إنه لبنان بيتمتع بمناخ معتدل، فينا نسوق الموتوا 10 أشهر بالسنة، إذا ما بتعرفوا تسوقوا نحن بنعلمكم، بلبنان وبرا كمان، إن كان أون رود أو حتى أوف رود على حلبة الكي تي إم بالباترون، أهم شيء تكونوا لابسين الكاسك، الجاكيت والسيفتي جير. مع اي ام بي فيكم تحصلوا على الموتو او سكوتر اللي بتحلموا فيها مع تقسيط لمده 5 سنين بلا دفعه اولى ومع خدمه 24 ساعه على 24 ساعه ما بعد البيع. بعدين بتشتركوا معنا باكبر موتورسايكل كلوب بلبنان يلي هو الاي ام بي موتورسايكلز، بتزوروا معنا على موتوياتكم احلى المناطق اللبنانيه. ثانك يو جو. اكيد هلا بدنا نتعرف معك كمان على الطرازات اللي موجوده معنا بالاستوديو. والبدايه رح تكون مع الدراجة البيضاء والسوداء الكومبينيشن الحلو كثير بالالوان دور صدوره. شو فينا نحكي عنها جورج؟ بس بدي اقول لك شغله عن ابريليا اون جنرال. ابريليا هي من اكبر شركات الموتويات، من اكبر مصنعين محركات الدراجات الناريه واهمها بالعالم، بلس انه الابريليا هي اكثر شركه بالعالم حاصله على الالقاب ببطولات وسباقات. نعم. بكاتيجوري يعني بالدراجات الناريه. اليوم بدنا نحكي نبلش بالدور صدوره. نعم. الدور صدوره هي من فئه كاتيجوري الايبر موتار، في عندنا منها 750 سي سي 750 سي سي وعندنا 1200 سي سي. اليوم هيدي اللي شايفينها قدامنا هي ال 750 سي سي، عم نحكي بموتو من 92 حصان، عم نحكي بموتو كثير حلوه للي بيستعملها بيطلع جبال كثير عنده طلعات ونزلات على الجبل، بلس فيها تكنولوجيا رايد باي واير يعني الموتو فيها من ناحيه السيفتي رين مود تورينج مود وسبورت مود، يعني على الرين مود بخف كثير تورك الموتو او قوه العزم، هيدا الشيء بخليها ما تعمل اوفر سبين او باتيناج او يزحت الدولاب. كمان بنشوف اذا بنشوف وزنها للموتو. الدور صدوره وزنها 194 كيلوغرام. نعم. نعم. منتابع جولتنا واكيد بدنا نذكر بختام الحلقه رح نشوف اسعار هالدرجات والاوفر الكبير. عاملين اوفر خيالي جورج هلا المشاهدين. يلا خلينا نتابع جولتنا ونتابع بعدين. بننتقل جورج على المانا. اذا عم نحكي عن المانا، المانا من اول ما نزلت لهلا عامله ضجه بعالم الموتويات. نعم. اول مره بنشوف موتو، اذا بننتبه هون ما في كلتش، الموتو فيك تستعملها اوتوماتيك 850 سي سي، موتو سريعه بتستعملها اوتوماتيك فيك تستعملها تيبترونيك، اوكي؟ الموتو عم نحكي ب 76 حصان، فيك تستعملها مثل ما قلنا عن دور سورين تورينج وسبورت مود، بلس سيكونشل يعني او باجرك او بايدك فيك تغير فيها 7 جيرز. نعم. بلس الموتو فيها هون في محل بدل محل الريزرفوار هون في محل لللاجج تحط فيها الاغراض، بلس كمان الشارجور للتليفون، يعني موتو اول شيء عمليه كثير عمليه كثير وكثير ريحه وللافري داي يوز. مثل ما قلت لي في شخص على البدله يروح على شغله فيها مضبوط يعني. حتى بالريفيوز اذا بتحضر. نعم. عنا جورج. نعم. بتشوفوا انه العالم تنزل ببدله على على المانا بالبدله على شغلها. وبنوصل على الدراجه اللي انا بحب كثير شكلها والوانها الشيفر. ابريليا شيفر دراجة اهم شيء غير انه قويه هي متينه كثير وخاصه على المنعطفات. أكيد. جو خبرنا اكثر عنها. اوكي مثل ما شايفين اول شيء الكونتراست تبع الوانها للشيفر كثير حلو الاسود والاحمر، هي من اهم موتويات بتصنعهم الابريليا. الموتو كمان عم نحكي ب 750 سي سي 96 حصان بتساوي 16 لتر بنزين بخليك تروح لرايدات اطول فيها، بلس اكثر شيء بينحكى كمان الرايد باي واير مثل ما حكينا عن دور صدور رين تورينج وسبورت مود واي بي اس قدام وورا. نعم. اوكي بلس اللي بينحكى كثير عنا للشيفر السيتنج بوزيشن تبعها هي نيكد بايك، السيتنج بوزيشن تبعها والكيدون واسع تبعها شوي كثير بينحكى عن المانوفرينج تبعها للشيفر وفوتاتك واعه والبرفورمنس تبعها على الطريق. سريعا جو حابين نعرف الاوفر اللي عم تقدمه. نعم. عند بخاطر اليوم قبل ما نشوف الاسعار. نعم الاوفر هلا اللي عم نعطيكم اياه على رح يتضمن على كل الاسعار انكلودينج كل القصص اللي رح اقول لكم اياها. الموتويات اللي قدامنا السعر اللي رح نعطيكم اياه انكلودينج تسجيل التي في ا
تأمين الإلزامي، سنتين وارنتي انليمتد مايلج، سنتين فري مينتنس فري ليبر، سنة اول ريسك انشورنس وممبرشيب. يعني عندكم سنتين نو واي تحطوا ليرة، كل شيء عم بيكون علينا على خلال هالسنتين اللي عم نعطي الاوفر اللي عاطينكم اياه على السنتين. يعني اوفر كثير كثير مهم، يعني مش بس تجيب اوفر خيالي بالسوق كله ما فيه الاوفر. طيب اسعارهم حرجع كمان بالدور بدايه، نعم مع الدور صدور عم نحكي ب 13700 دولار الابريليا انكلودينج كل شيء، كل الاوفر اللي اعطيتكم، نعم. اياه سنتين كفاله، سنتين تصليح اتفاقات، نعم. تسجيل كل هدول تبع مع المانا. المانا عم نحكي ب 14500 دولار، والشفر عم نحكي ب 12600 دولار. كمان بذكر المشاهدين انكلودينج الاوفر اللي اعطيتكم اياه انا. سريعا جون نعرف منك شو روم وين نلاقي هالدرجات النارية. نعم مشاهدينا ما تنسوا تزوروا صلاتنا بجل الديب، نهر الموت، اشرفيه، فيردان، صور وشتورة، او تتصلوا فينا على الارقام اللي مبينه على كعب الشاشه، او تزورونا على بريد، او تبعثوا لنا على البريد الالكتروني www.ambmoto.com او على wheelers.com.lb او على الفيسبوك بيج تبعيتنا AMB Motorcycles Club. وهلا مع AMB فيكم تعملوا داونلود للAMB ابلكيشن وتشوفوا كل الموديلات اللي عندنا مع الاسعار والسبكس، حتى فيكم تحجزوا ريفيزيون اونلاين وكثير قصص غير. Thank you, Joe. هلا رح نشوف بختام الحلقة أكيد فيديو خاص عنا عند بخاطر. To present Lebanon's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.